أنا والله العظيم شوف تعال علي الحين من واحد يتعب على نفسه أنا هنا يوم الواحد يتعب على نفسه حلو لله يوم الواحد الحين مثلا يشكل من عاد ورع وشغل تجيب الشهادة يلقى الوظيفة على طول صحيح المرأة والله صحيح المرأة الصالحة الحين نفضل استطرار وذي الأشياء تدري أول إني أنا رايح العدو بالجنة كان أول يجي عنده عزيمة مع عماني تقرب مش معي ولدي أول ولدي ولا لا أنا من الدواوير أول ها؟ إيه سبحان الله ما حتى عيال عمي كنا نتجافرنا مع ولد عمي سعد ولد عمي عيال عمي مفلح وعيال عمي حمود والله العظيم احنا نتجاكع على الدراسة والله ان جيراننا اللي جنبنا نلقى في كسر السيارات ما كنا نخالطهم نمشي مع دائما اللي الصالحين اللي يذاكرون اللي انا خبر ندرس نطلع ساعة نعش نتغدى مع اهلنا جاء العصر تحقيق قوة ذوق بالعصر يعني العقبة تحضر القرآن ليش؟ لا نصلي المغرب ايش بعد؟ كيف الواحد يرجع مع عنده نصلي المغرب ايش ما يصلي المغرب؟ نقعد يطلع ما انت قهوة بعد انا والعائلة بعد القهوة نصلي العشاء بعد العشاء ما العشاء؟ انت عشاء بعد العشاء لا العشاء الناس كلهم هي بتبدأ العزاري لا خش العشاء خلاص عشاء اوكي يلا معي؟ أول ما نتعشى وأول ما خلصت العمار خلص نبدأ بحوش أرقد الساعة قبل الفجر طبعا عمر إحنا قايمين صلينا الفجر طبعا عمر رجعنا شماطنا معنا وغرضنا معنا وعلى المدرسة مع مدرسي حتى والله أستغفر الله ما ودي حد من أول أتمنى إني أنا أقعد المدرسة وأتغدى المدرسة وأتعشى المدرسة كانت إلى الساعة 12 يطلعوني برا ودك يا صديق ما كان عندنا يوم ميت ما كان الايام عندنا حيه كان الايام عندنا حيه وكان الايام عندنا اول ما في الجلد يعني الواحد يجلد بول يذاكر 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 ما كان طول عمر الدراسه العلم لانك الحين انت اكبر تبحث عن الدراسه صحيح ترى ما في تحسب انت من الشهره هذه ولا ان البرامج انها كانت مصلحه لا عشان هذا مرحلة للتشييد وللعالم اللي متجمع اللي مثل أدب على البلد لا هذه البرامج لو ما فيها أدب على البلد كان نص العالم راح يمشي صح أصلا هي الدراسة الحين هي اللي بتأمن مستقبلك أما البرامج الشهرة يمكن ما تأمنها يمكن في أي لحظة تطيح في أي لحظة تصعد صح ولا لا؟ إي والله كيف الناس يكونون فخور يقول أنا والله فخور في ولدي لا صار منه الحين ترى مو بأنه قال والله هذاك مشهور نحن فخورين فيك لا أكثر ناس يفتخرون عيالهم أهلهم بيهم تدري وشو فيه في الشهادة مثل ما قلت لكم طيب الشهادة الناس يفتخرون بعيالهم في الشهادة لما يقولوا ولدك وش جاب قال والله تخرج وش ضابط ونعم دكتور قال ونعم فلان نعم بإذن ترى البرامج ذي يحسبون العالم من البرامج تصادف البرامج يا يا بعد يا ما تدري والله ما تدري كلمة واحدة ترقيك وكلمة واحدة بتضحك نعم وتغادر طول العمر حياتك تبقى مبلك حياتك تبقى للآخرين ترى ممكن ينهي مستقبلك فالتيك توك تكسر في النهاية يقفلون ثاني يوم ويتروح على كل شيء صحيح مبارك؟ صحيح سعود؟ صحيح لو قفل يعني